وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى محطتنا الاقتصادية مع الزميلة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم محمد ونهى، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في تنسيق الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع عدد من المسؤولين لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار في مصر. وشهد الاجتماع استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المقررة الشهر المقبل، التي تأتي استكمالا لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي لتحفيز الاستثمارات. شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور أكبر مكتبة عائمة لوجوس هوب لقناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن. وتعد المكتبة العائمة هي الأكبر من نوعها، وتتكون من 9 طوابق، ويبلغ طول السفينة 132 متراً ونصف متر، وعرضها 21 متراً، وغاطسها 16 قدما ونصف القدم. وترفع السفينة علم مالطا، وتبلغ حمولتها الكلية 14,000 طن. من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور جميع أنواع سفن الأسطول العالمي، في حين أعرب إدوارد ديفيد المدير العام للمكتبة العائمة لوجوس هوب عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتهم الناجحة لميناء بورسعيد. تعد بني سويف أولى محافظة الصعيد إنتاجاً لمحصول البطاطس الحمراء، وشهدت قرى المحافظة انطلاق عمليات الحصاد، وتعتبر قرية بني قاسم التابعة لمركز بابا مركزاً لتجميع البطاطس الحمراء المعروفة باسم روزيتا، وهي أشهر أنواع البطاطس التي تنتجها القرية ويتم تصديرها. وسط بهجة وفرحة كبيرة من المزارعين، شهدت محافظة بني سويف حصاد محصول البطاطس الحمراء، حيث يعتبر يوم الحصاد يوم عيد بالنسبة للأهالي. هنا في قرية بني قاسم بمركز بيبا جنوب المحافظة، عبر المزارعون عن فرحتهم بالحصاد، حيث تعد القرية من أوائل القرى داخل المحافظة في زراعة البطاطس الحمراء. أي مزارع بيطلب أي معلومة عن الإرشاد الزراعي ما بنبخلش عليه بيها. أما بالنسبة لمحصول البطاطس عامة، إحنا خاصة بنتابع المزارع من أول ما بيستلم التجاوب بتاعته من التاجر اللي هو بيتم التعاقد معاه، بنوريه طريقة الفرز إزاي، وطبعا بعد كده بنعمل له محاضرات، بيحضر معايا طبعا، بنجمعهم في اي مكان ما، بنرشدهم على طرق الزراعه، بنرشدهم على مكافحه الافات، بنرشدهم على مكافحه الامراض، بنرشدهم على استخدام الاسمده، بنرشدهم على استخدام المبيدات والحد كمان من استخدام المبيدات، وبنمشي معاه خطوه بخطوه من اول تاريخ الزراعة لحد يوم الحصاد. موسم حصاد البطاطس الحمراء يعد من المواسم التي تشهد رواجا في توفير المزيد من فرص العمل، مع احتياج أصحاب الحقول للعديد من العمال خلال تلك الفترة. نشكر الرئيس لأنه أكد على جمعيات وزارة الزراعة أنها ينزلوا لينا. احنا كنا بنرمي بفترة في الزرع، لكن هم بنسب، بندي بنسب، وبننتظر محصول البطاطس ده من السنه للسنه، لان هي فرحه لينا. وبالنسبه للسنه دي المحصول حاجه ما شاء الله على النسب اللي هم عاطيانا، نسب للفطر ونسب للمغذيات وكل حاجه والبوتاسيوم. النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي والتنميه المستدامه من المحاور الاستراتيجية التنموية العامة لمحافظة بني سويف، حيث تم تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية.
وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين وسط تداولة مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,063,000,000 من الألف جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16,440 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2,992 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4,457 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية ارتفعت الأسهم مدعومة بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات من المنتظر أن تظهر تحسنا طفيفا في نشاط الشركات بمنطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1%، كما ارتفع سهم راين ميتال الألمانية للصناعات الدفاعية بنسبة 1.2%. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد عبد ونهى توفيق، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.